نبدأ. السلام عليكم، أهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح أتكلم معاكم عن تسريبات أبل اللي طلعت في جانيوري. طبعا التسريب بدأ من الشخص اسمه صعب، صيني، مانشو كول اسمه كذا. المهم الشخص هذا تسريباته قوية، وتسريباته بالعربي 90% منها حقيقية، لأن التسريبات القديمة تسرب أشياء كثيرة عن أبل وطلعت صح. فلو نرجع لكم السنة راحت في جانيوري برضو تسرب وقال إن أبل راح ترجع السيراميك لحق الأبل واتش، ورجعت أبل واتش بالسيراميك. وهو اللي تكلم برضو عن الآيفون الجديد اللي هو الآيفون 11 اللي عندنا، إنه بيكون من وراء القزاز الفروست جلاس، وطلع صح وطلع السيت اب برضو لحق الثلاث كاميرات كيف راح يكون شكلها وطلع برضو صح. فهو الشخص يشتغل عند أبل، يشتغل في أي شيء، المهم إنه تسريبات قوية ولازم شخص قريب من أبل. طلع برضو عن الآيباد اللي بينزل 10.2 إنش، وبرضو طلع الآيباد، فشخص قوي عند أبل. فنبدأ معكم الحين تسريبات. كبداية تسرب إن الآيفون 9 أو الآيفون SE 2 ما أدري إيش اسمه، إن أبل راح تنزله خلال 6 شهور. فالتسريبات دي كلها اللي بتطلع لكم الحين إن أبل راح تنزل الأجهزة اللي بنتكلم لكم عنها في خلال 6 شهور ذي. فالنص الأول من 2012، النص الأول في 2012 أبل يمكن تسوي المؤتمر في مارج، هذا إذا ما راح يكون تأخير من المرض اللي صاير في الصين. فنشوف الأهمية، يعني إن أبل بتنزل أجهزتها ولا راح تهتم من الناس اللي ميتين، فنشوف قدام شو تسوي. فالآيفون SE تكلم هنا راح ينزل جهاز 4.7 إنش، فهو نفس الآيفون 8، جيب الآيفون 8 نفسه، شيل المعالج اللي فيه، حط A13 الكاميرا، تحط الكاميرا الأمامية نفس الآيفون 11، وشيل 3D Touch ودربح الجهاز ويكون جهاز جديد. هذه تسريبات حق الايفون SE او الايفون 9، هذه تسريبات كلها اللي قالها الشخص. لو نتكلم برضو عن الايباد، لان نتكلم قال في ايباد برو جديد راح يكون 3 كاميرات، فنفس كاميرا الايفون 11 برو. يمكن ان طلعت تسريبات برضو ان الكيبورد ابل راح تنزل كيبورد بالسيزرز كي، فاللي يكون فيه ترافل شوي في ضغط. انا ما ايد الشيء، لكن هذه التسريبات تقول. فاتمنى ان ابل ما تسوي هالحركه. انا بالنسبه لي عجبني كيبورد الايباد هذا اللي موجود الحين، فقط لو يحطون فيه تراك باد فيكون ممتاز. والاي 13 اكس، فلحطوا الاي 13 اكس راح يكون كويس، بس هذا اللي يقولون يحطون في الايباد. فالتسريبات برضو طلعت قبل ان راح يحطون فيه الميني ليد، لكن ما سرب ذي الشخص او ما تكلم عنها، فما ندري هل بيحطونها، لانه ما اتوقع انه راح يحتاج ايباد جديد بس معالج جديد وكيبورد بس. لأن الايباد اللي عندي برو على الـ A12X ممتاز وقوي، لكن أبل لازم تسوي شيء عشان تقوي الايباد هذا، بس ما ندري ايش بتسوي. طيب ننتقل برضو عن الماك. طلعت تسريبات انه راح ينزلون الماك بوك الجديد، الماك بوك الجديد حق A13 راح ينتقل من A13 للـ A14 على الشكل. الماك بوك الحين 15 انش صار 16 انش، فلو يمشون اللاين الحركة انه يغيرون الحجم، اللي يغيرون البتر فلاي اللي سوتها أبل ويحطون سيزر كي، فحركة حلوة. يعني ماك بوك برو 13 انش يصير ماك بوك برو 14 انش، يكبر شوي، فأداء راح يكون أفضل، مراوح راح يكون أفضل. وبرضو الماك بوك اير، فلو يمشون برضو اللاين ذي يحطوا في الماك بوك اير شاشة أكبر، فبيكون 13 انش. فماك بوك اير 13 انش، ماك بوك برو 14 انش، ماك بوك برو 16 انش. بس الكيبورد أتمنى يخلونه على البترفلاي في الماك بوك اير، لأنه اتوقع افضل، لان الجهاز نحيف وما في مشاكل في البترفلاي، اخر البترفلاي اللي نزلت الكيبورد حق ابل، فلو يخلونها تكون افضل. وننتقل برضو لكم على الاير تاجز، لان طلعت تسريبات قويه انها بينزلون الاير تاجز في خلال 6 شهور برضو. هو تكلم عنها الاير تاجز هي القطعه اللي تحطها مثلا في الشنطه حقتك او شيء تتبعها، فابل نزلتها راح تدخلها في اليون في الشيب اللي موجود في الايفون الجديد، فحركه حلوه، فتقدر تتبعها مثلا ترن وتشوفها. وبرضو بالكاميرا، انك تفتح الكاميرا حقتك وتبحث بالكاميرا راح يعلمك راح يعلمك وين هي موجوده، زي البالون تطلع عليه كذا بالكاميرا بالاي ار برضو. فالاير تاجز الشيء اللي شوي متحمس له بالحركه اللي مسوينها. برضو في خبر قوي طالع، هو بيتكلم ان ابل راح تنزل هاي اند هيدفونز، فالكل يعرف شو اسمها ذي، نسيت اسمها تصدقون، كلها من الدراسة والله. الايربودز برو، هذه الايربودز برو هي سماعة صغيرة تحطها بابنك، لكن ابل تسريبات قوية الحين يقول لك ان ابل بتنزل هيدفونز كبيرة اللي تحطها كذا كبيرة، نفس البيتس، نفس ثيلي، نفس بوز. فنشوف ايش بتسوي فيها ابل. لا تتوقعون انها بتاخذ محل الايربودز، لا ما راح تاخذ محل الايربودز، لان ذي راح تكون ممكن 400 الى 500 دولار، نفس
البوز والشركات الثانية اللي مسويتها، فنشوف ايش بتسوي. يعني الايربودز موجودة وعندها أبل شركة ثانية اللي هي بيتس، مسوي البيتس برو، فنفس الحركة الايربودز لكن شركة ثانية اللي هي بيتس. فبيتس برضو عندها الهيدفونز، فأبل راح توصل ذي المنصة على أبل أو تدخلها عند أبل فتسوي الهيدفونز، ف تكون عندها شركتين مع بعض، شركة بعلامة أبل اللي هي الايربودز والهيدفونز، وشركة ثانية بيتس عندها الباور بيتس وبرضو البيتس الكبيرة السولو ديل. فهذه التسريبات كلها، ونشوف قدام خلال 6 شهور، يعني يمكن في مارتش، يمكن ما تسوي مؤتمر تدربحها كذا فجأة نفس ما سوت أبل سنة راحت، يعني بدون إعلام بدون شيء، كل يوم تنزل لك شيء جديد، نشوف قدام شو يسوون. فيا مارتش يا تدربحها بدون أي شيء كذا بس نجلس الصباح نشوف منتج جديد في موقع أبل، أو في جون. في جون عندها مؤتمر لحق السوفتيرات اللي هو WWDC 20 راح يكون، يمكن تنزلها في المؤتمر. وبرضو الاير باور طلعت لها تسريبات إنه ما راح تنزل الاير باور نفسها، راح تنزل وايرلس تشارجينج صغير. فهذا تسريب إنه وايرلس تشارجينج صغير، ف يعني بيكون بس لحق الآيفون، إن الكل يعرف إنه أبل برضو نفسها تبيع وايرلس تشارجينج حق شركات ثانية في المتجر حقها. ف إذا أبل نزلت الواير شارجر راح توقف كل شيء وتبدأ تبيع بس الواير شارجر حقها، فراح يكون مثلاً قطعة صغيرة تشحن بس في الآيفون فيها، أو تشحن فيها الإيربودز. ما أدري إيش بتسوي لنا إيرباور، تعرف الكل طلعت فيها مشاكل إنه تسخن لأن كويلز كتير فيها عشان تقدر تشحن في كل مكان، لكن ده الشيء يسبب حرارة في الجهاز. فتشوف وايرلس من أبل ما أدري إيش راح تسميه، وننتظر برضو الإير باور. الإير باور أبل وقفتها لكن لا توقعوا إن خلاص مستحيل تنزلها، راح تنزلها في المستقبل إن شاء الله إذا وصلوا التقنية إن تقدر تخليها نحيفة وما تسخن، أو يكبرها وفكنا ونزلها كذا كبيرة، ما أدري إيش بتسوي أبل. بس هذا الأخبار كلها، ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة، نشر المقطع وعمل لايك المقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون فضل دعاكم، والسلام عليكم.